اتفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم من محافظة الشرقية، مديرية التربية والتعليم، إدارة شرق الزقازيق التعليمية، تقية الشامي، مدرب معتمد بالأكاديمية المهنية للمعلمين، مدرب منظومة جديدة Education 2.0، ومدرب دولي معتمد GTA Egypt، وحاصلة على شهادة MIE Expert، مدرب خبير مبتكر لدي شركة مايكروسوفت. اهلا بحضراتكم في ثاني لقاء معكم من خلال منصه البث المباشر. وموضوعنا النهارده مع حضراتكم هنتناول فيه كيفيه استخدام اداه Insert Learning المقدمه من جوجل كروم لانشاء محتوى تعليمي تفاعلي على صفحات الويب. عناصر محاضرتنا اليوم هتشمل التالي: التعريف بالاداه، متطلبات التسجيل بحساب على الاداه، التعريف بصندوق ادوات Insert Learning، كيفية وصول الطالب إلى الدرس التفاعلي، ثم التنفيذ بشكل عملي وإنشاء محتوى تعليمي تفاعلي، وأخيراً مميزات استخدام أداة Insert Learning. في البداية هنعرف لحضراتكم ما هي أداة Insert Learning. هي أداة بتستخدم لإدخال محتوى تعليمي على أي صفحة ويب علشان أحول أي موقع ويب إلى تجربة تعليمية تفاعلية، حيث يمكن للمدرسين إدراج أسئلة وديسكشن، مناقشات وفيديوهات توضيحية في أي موقع ويب. وعندما ينتقل الطلاب إلى موقع الويب هذا يمكنه الرد على هذه الأسئلة والمناقشات وتدوين ملاحظاتهم الخاصة. يعني ملخص التعريف إنها أحد الأدوات المقدمة من جوجل كروم، واللي ممكن إنك تضيفها كامتداد على المتصفح الخاص بيك علشان تحول أي صفحة ويب إلى محتوى تفاعلي رقمي جذاب. والأداة دي ممكن إنك تستخدمها مباشرة على أي موقع فيه نصوص أو مقالات مكتوبة، وبتحول الكلام من مجرد كتابة إلى موضوع تفاعلي جذاب. كده خلاص خلصنا أول عنصر من عناصر محاضرتنا وهي التعريف بالأداة. هننتقل بقى على تاني عنصر من محاضرتنا وهي متطلبات التسجيل بحساب على الأداة. يعني إزاي هننشئ حساب على أداة Insert Learning؟ دلوقتي بقى خلونا نستكشف إزاي نبدأ نثبت الأداة. في البداية هنبحث عن الأداة من خلال محرك البحث وهنكتب Insert Learning، وبعد كده هنختار أول اختيار هيظهر لينا وهو Insert Learning، وبعد كده إضافة إلى كروم وهنضغط إضافة، وبعد كده هيطلب منك بالتسجيل بحساب، إما بحسابك على جوجل ميل الخاص بيك أو من خلال مايكروسوفت. وطبعاً إحنا عارفين إن في الفترة الأخيرة وزارة التربية والتعليم مشكورة أتاحت لكل معلم بريد إلكتروني موحد مجاني من مايكروسوفت، وبيفضل التسجيل بيه لأنه بريد إلكتروني مؤسسي معترف بيه. وهنا هنسجل بالمايكروسوفت لو حضرتك حابب بيه. هيظهر لحضرتك هنا التسجيل، هنضغط وهنكتب طبعا البريد المؤسسي بتاعنا، وهندخل كلمة المرور وهنضغط تسجيل دخول. هيظهر لحضرتك انت هتسجل بإيه، student ولا teacher. طبعا احنا هنختار هنا في المرحلة دي هختار teacher. بعد كده هيظهر لحضرتك name class، والname class ده خاص بتسمية الفصل اللي هننشر عليه المحتوى التعليمي التفاعلي. ولان انا هعرض لحضراتكم هنا موضوع خاص بالصف الثاني ثانوي، هنكتب الصف الثاني الثانوي وهنضغط كرييت. هيظهر لحضرتك أسئلة خاصة ببياناتك الوظيفية which best describe your role، وهو بيقول لك ما هو أفضل وصف لوظيفتك، هل أنت تيتشر ولا تكنولوجي ولا أدمنستريتور ولا ميديا. حضرتك طبعا هتسلك على تيتشر. وبعد كده يظهر السؤال، نجاوب على السؤال الثاني وهي أي مادة أنت بتدرسها. طبعا هتشوف مادة تخصص حضرتك سواء كنت إنجليش أو ساينس أو ماس أو أي تخصص من التخصصات، ولو مش موجود التخصص قدامك بتضغط على أذر. بعد كده بيطلب من حضرتك تحديد المرحلة اللي أنت بتدرسها، وهنا مقسمها لك من الكيجي أهوت، وبعد كده من رقم 1 لرقم 6 الصف لغاية الصف السادس الابتدائي، ومن 7 ل 9 للصف الثالث الإعدادي، بداية بقى من 10 لغاية 12 المرحلة الثانوية، وبعد كده 13 فيما فوق يبقى أنت داخل الإطار الجامعي.
بنختار المرحلة اللي احنا بندرسها وبنضغط سبميت. مجرد ما بيضغط على سبميت بتظهر لحضرتك صفحتك الخاصة على أداة Insert Learning، ودي بنقول عليها الصفحة الرئيسية الخاصة بيك على الأداة، واللي بتحتوي على مجموعة من القواعد، واللي هناخد فيها جزئية جزئية. عندي الليسونز، ودي مجموعة الدروس طبعا اللي احنا بننشئها، مدروس التفاعلية اللي انا بنشئها لقدام حضرتك. بعد كده بيجي عندنا الكريدز، والكريدز دي الدرجات اللي بيحصل عليها الطلاب، وبيدي لك الأداة المادية إتاحة انها بتديهولك في شكل فلاتر، هنشرحها بالتفصيل بشكل عملي. بعد كده هنخش على الكلاسز، ودي الفصول اللي احنا بننشئها، وطبعا بيبقى فيها الكود اللي بيحصل عليه الطالب عشان يخش على الفصل الدراسي. بعد كده طبعا احنا بنحتاج الطالب، المعلم بيحتاجه علشان بيديه للطالب علشان يلتحق بالفصل الدراسي. بعد كده حضرتك شايف انا بحدده لو بحابب انسخه. بعد كده عندي البابليك لايبرري، ودي طبعا المكتبه الخاصه بالاداه، وبيتم النشر فيها جميع المحتويات الدراسيه التعليمية والتفاعلية اللي أنشأها المدرسين على مستوى العالم. بعد كده بيظهر عندي الريسورس، والريسورس هنا في ثلاث أيقونات بيظهروا معانا، اللي هو التخصصات بتاعتنا الفاين كونتنت، والفاين كونتنت ده محرك البحث الخاص بالأداة، وطبعا بنقول إن احنا بيساوي أو بيعادل عندي جوجل، محرك البحث جوجل، ولكن طبعا أنا بفضل إن أنا ببحث على الجزئية اللي أنا هشرحها من جوجل لتنوع الموضوعات في الجوجل عندي، وإنها كمان بتكتب باللغة العربية، أما في فاين كونتنت فبيظهر لك الموضوعات باللغة الإنجليزية. بعد كده بيظهر عندي التولز تو امبيد، ودي بترتب لي الروابط اللي أنا بدخل عليها، وبعد كده بيظهر لي الهيلب، وده الهيلب الخاص بالأداة. يلا بينا بقى من الأول كده نخش على بدايتنا، ندخل على الجوجل كروم بتاعنا على هو مستعرض البحث علشان نكتب فيه الموضوع اللي هنحوله إلى محتوى تعليمي تفاعلي. كده أنا دخلت على الجوجل وكتبت المحتوى التعليمي بتاعي اللي هو التغذية، وزي ما أنت شايف كده الأداة أنا بشاور لك عليها بتطفو فوق صفحة الويب اللي أنا هاخدها كدرس تعليمي تفاعلي. بنكتب طبعا الموضوع اللي انا اخترته زي ما انت حضرتك شايفه كده، انا اخترت موضوع عن التغذيه، والتغذيه ده درس في ماده الاحياء للصف الثاني الثانوي، وانا حابه اعرض لحضراتكم شكل صفحه الويب اللي انا اخترتها قبل ما احولها الى محتوى تفاعلي، يعني قبل ما بدخل الاداه عليها. وزي ما انت شايفين كده حضراتكم صفحه الويب دي عباره عن سطور من الكلمات والمعلومات والنصوص المصمته، واللي ما فيهاش أي نوع من التفاعل. ده زي ما حضرتك شايف. هحب بقى أعرض لك الدرس بعد ما أدخلت عليه التعديلات، زي ما أنت شايف أهو، ده كده الدرس هبدأ أتصفحه قدامك، ده المحتوى التعليمي بعد ما دخلت عليه التعديلات. طيب إحنا كده عايزين نتفرج على التعديلات اللي إحنا عملناها للأداة. نطلع زي ما حضرتك شايف ان انا محددة اجزاء اهي بالوان مختلفة، والتحديد دوت بيمكن الطالب من انه يكون له حضور داخل الدرس التعليمي التفاعلي، لان انا بقول له ذاكر الجزئية دي، خد بالك من الجزئية دي. كمان عندنا لما بنزل بالمؤشر انا عندي اهو جزئية فيها تلخيص بلخص الجزئية الهامة، كمان عندي امكانية ان انا ادخل الاسئلة الخاصة بالمحتوى اللي قدامي، وفي إمكانية تانية إن أنا أدخل فيديوهات تعليمية بتشرح لي الجزئية الصعبة في الموضوع اللي أنا اخترته، وأخيراً عندي أسئلة خاصة بالدسكشن، وده اللي إحنا هنتناول عليه هتناوله بالتفصيل مع بعضين. دلوقتي بقى هنخش على الجزئية المهمة في المحاضرة بتاعتنا، وهي التعريف بصندوق الأدوات Insert Learning. زي ما حضرتك شايف ده صندوق الأدوات اللي موجود عندنا، واللي بيظهر دايما وبيوفر لنا العديد من الأدوات التفاعلية لإدراج محتوى تعليمي تفاعلي وتفاعل للطلاب. كل طبعا إن إحنا هنوصف لحضرتكم الصندوق بالتفصيل، أدواته بالتفصيل. في البداية أنا دخلت أهوت على الموضوع اللي أنا عايزة أحوله،
موضوعي هو التغذية، وأول ما دخلت بلاقي طبعاً الأداة بتطفو على صفحة الويب قدامي أهي زي ما أنت شايفها، بمجرد ما بضغط عليها بتطلع صندوق الأدوات الخاص بينا اللي هو الانسيرت ليرن. يلا بقى نشرح كل أداة من الأدوات دي على حدة. أول أداة اللي هي أداة الهاي تكست، ودي أداة لإلقاء الضوء على جزء مهم من الموضوع. ولما بنختار موضوع من خلال صفحات الويب زي ما شفت حضرتك قبل كده، ان بيظهر لنا الموضوع عبارة عن سطور وكلمات ومعلومات مصمتة ما فيهاش اي نوع من التفاعل. ازاي بقى بنحول النص ده بشكل يخلي الطلاب يتفاعلوا مع المحتوى؟ باستخدام الاداة هايلايت اللي قدامك ديت، اللي هي اداة الهايلايت تكست، اداة التظليل. ودي طبعا موجودة في صندوق الادوات، واللي بتحدد بنستخدمها في تحديد الجزئية المهمة من كل فقرة، وبندي طبعا لون بيجذب ويلفت انتباه الطلاب، وده بيزيد من دفعية الطلاب لقراءة الموضوع وبيجعل الطالب أكثر إقبالا على القراءة. طيب لو أنا بعد كده لما بضغط على الأداة هي وبدرجها زي ما حضرتك شايف، بيظهر معاها ثلاث أدوات مساعدين. الأداة الأولانية اللي هي أداة الفرشة، والفرشة ديت لما بضغط عليها تدي لي امكانيه من تغيير اللون التظليل. وعندنا كمان اداه اضافه تعليق اسفل الجمله اللي هي بتاخد رمز زائد اللي قدامك دي، لما بضغط عليها بيديني اتاحه ان انا اضيف تعليق اسفل الجمله اللي انا حددتها. طيب المساعد الثالث بتاعي اللي هو رمز الريسايكل اللي موجود معانا اهوت، وهي السله، وده لو انا حابب احذف التظليل بضغط عليه. هننتقل مع حضراتكم للأداة الثانية، وهي أداة الستيكي نوت. والستيكي نوت أساساً دي أداة وظيفتها إضافة تلخيص للفقرة أو لينك للفيديو، يعني ده معناه إن ممكن من خلالها أضيف تلخيص أو أضيف لينك للفيديو. وحابة أوضح للسادة المعلمين إن لما حضرتك بتضيف تلخيص للفقرة أو ملاحظة تعمل ملاحظة أو تلخيص لما سيقرأه الطالب، ده بيعزز التفكير وبيساعد على تفاعل الطالب مع المحتوى. طب لو احنا حبينا دلوقتي ندرك الستيكي نوت بنعمل ايه؟ بنضغط على الاداة، بيتم طبعا بحدد الفقرة اللي انا عايز احدد المكان اللي انا هدرك فيه التلخيص بتاعي، وبضغط الماوس بيبدأ يظهر لك المربع الخاص بيك واللي بيسمح لك انك تكتب فيه ملاحظاتك او تكتب تلخيص للفقرة السابقة اللي هي بتبقى اعلى التكست. طب بالنسبة بقى للفيديوهات، ان انا لو حبيت ادرك فيديو بعمل ايه؟ لو حبيت ادرك فيديو بضغط على ادراج فيديو، بنضغط على الستيكي نوت برده تاني. يلا بينا اهو بنضغط على، لما بنضغط عليه بيفتح لي المربع النصي واللي باخد منه اللينك وبعمل له بيست داخل المربع اللي ظاهر عليه. وانا هنا حابه اقول لحضراتكم ان المحتوى التعليمي التفاعلي لازم حضرتك تضيف ليه فيديو، لاهميه الفيديو داخل المحتوى. فمقاطع الفيديو اصبحت الان واحده من اهم المصادر الرقميه اللي بتستخدم في التعليم والتعلم. وزمايلنا كمان في ديسكفري وضحوا لنا ان اشارت الدراسه اللي اجرتها شركه كالتوريا للبرمجيات ان 93% من المعلمين بيعتقدوا ان استخدام مقاطع الفيديو في التدريس بيحسن من تجربه التعليم. ومش كده بس، ده بيزود من تحصيل الطلاب، وده معناه ان استخدام الفيديوهات التعليميه في التدريس مش بس بيفيد الطالب، ولكن كمان بيفيدني انا كمعلم وبيسهل عليا مهمتي. ولكن عايزه اوضح للساده المعلمين ان كل ما كان الفيديو قصير وبيركز على فكره واحده محدده او ناتج تعلم واحد، كان افضل لضمان تركيز الطلاب. هنا انا ادركت فيديو زي ما حضرتك شايف من الاداه، وكمان ادركت النوت الستيكي نوت. هننتقل بعد كده الى الاداه الثانيه اللي هي اداه ادراج سؤال، واللي انت شايفه كده علامه الكويتشن اللي موجوده قدام حضرتك. ودي أداة طبعاً لإضافة سؤال تفاعلي للطالب، وزي ما حضرتك شايف هو بيظهر بمجرد الضغط على الأداة بتظهر قدامك، وبنضغط ندخل داخل المحتوى بيظهر عندي صندوق زي ما أنت شايف أهو أو مربع بيتكتب فيه أعلاه كرييت كويتشن، يعني اسأل اكتب سؤالك، وكمان ممكن إن أنت تقيم الطالب إنك تحط درجته من خلال البوينت. زي ما انت شايف اهو حضرتك ممكن ادخل بالماوس واكتب درجة للطالب، وطبعا دي هنعملها مع حضراتكم بالتفصيل.
وبنقول لحضرتك ان وجود ميزات تفاعليه سريعه زي مثلا اعطاء الطالب مهمه او سؤال او قوس قصير، ده بيزيد دافعيه الطالب وبيكون في امكانيه للتقييم والتغذيه الراجعه. ولو الطالب بقى انت عامل له سؤال صح وغلط وجاوب الاجابه صحيحه او غلط، يعني بيظهر ليه الاجابه، ده بيصحح له مسار التعليم. طبعا حضرتك هنا لو انت شايف او هتقرا جوه المربع النصي اللي موجود قدامك هنا الخاص بالكويتشن، هو هنا بيقول لك كويتشن ستيم، ودي طبعا نماذج. لو حضرتك ضغطت على السهم اللي موجود بيضغط لاسفل اهو، بيعرض لك نماذج ممكن تستفيد منها في انك تحط سؤال. بس للاسف الاسئله اللي بتنزل بتبقى باللغه الانجليزيه، وطبعا حضرتك ممكن تستعين بيها وتاخد منها فكره تحطها داخل السؤال. طب ده معناه ان بس كده هو دي الامكانيه اللي انت ممكن تستخدمها؟ لا، هو كمان سايب لك مكان اهو زي ما انت شايف انك تكتب فيه السؤال الخاص بيه، ومجرد ما تكتب السؤال كرييت بيتم كتابه السؤال اهوت، وبيسيب للطالب فرصه انه يجاوب على هذا السؤال. طب انا دلوقتي لو عايز احط سؤال صح وغلط، بضغط داخل المربع اهو زي ما حضرتك شايف السؤال بتاعي اذا كنت هعمله صح او غلط، وبعين الاجابه الصحيحه، وبكده بيظهر السؤال قدام الطالب، وانا بعمل لنفسي نموذج كمان للاجابه علشان انا يستعين بها الطالب الاجابه. هندخل بقى على الاداه الاخيره وهي ادراج المناقشات، اللي هي بنقول ادراج مناقشه مع الطلاب، واللي هي بنسميها الديسكشن. وبنقول لحضرتك ان المناقشه مع الطلاب والمعلمين بيجعل الطالب اكثر تفاعل، لانه طبعا بيخلي الطالب يسال المعلم اللي بيخطر بباله، وده بيعمق فهمه وبيجعل التعلم اكثر متعه وفعاليه، وبيكون فيها الطالب مشارك ايجابي. طب احنا بندرج ازاي السؤال الخاص بالديسكشن او المناقشه؟ ان انا بحدد الفقره اللي انا عايزه ادرج عليها سؤال المناقشه، وبضغط بالماوس بيظهر لي المستطيل اللي قدام حضرتك واللي بيقول لك يلا انشئ لي سؤال للمناقشه. واحنا هنا طبعا بنكتب السؤال داخل المربع زي ما انت شايف، وطبعا هنا بنقول اسئله المناقشه دايما احنا بنحبذها انها تكون خارج الصندوق، يعني دايما نستعين بنستنتج ما رأي ماذا يحدث. حضرتك بتدي الأسئلة اللي بتخلي الطالب يعبر فيها عن نفسه، أو بتخليه باحث للمعلومة مش معتمد على الأسئلة القديمة. طبعا بمجرد ما بكتب السؤال وأنا هنا كداله استنتج ماذا سيحدث إذا حدثت، ونكمل السؤال للآخر. بعد كده بنقول له سيف، بنحفظ السؤال، ومجرد ما بنكتب حفظ بيظهر السؤال في أعلى المربع أهو زي ما حضرتك شايف. وطبعا هنا في مكان للريسبونس اللي إجابة الطلاب، هنا بيدخل الطالب وبيكتب الإجابة الخاصة بسؤال المناقشة بتاعته، وبيضغط على بوست، ومجرد ما بيضغط على بوست اهو قدام حضرتك بيظهر قدام المعلم إجابة الطالب واسم الطالب وكمان تاريخ الإجابة بتاعته. وطبعا جميع الطلاب بيشوفوا الإجابات بعضهم، فبتبقى بالنسبة لهم مشاركة إيجابية وتفاعل ما بينهم وبين بعضهم وبينهم وبين المعلم. بعد كده لو حبينا نعدل في سؤال الديسكشن او المناقشه، او لو احنا حابين نحذفه، بنضغط على الرمز ايديت اللي موجوده اعلى اهو، التكست اللي عندي بضغط عليه. وبعد كده لو انا حابب ان انا الغي خالص السؤال، بعمل ديليت وبيتم حذف سؤال خاص بالمناقشه. بعد ما بخلص بقى خلاص انا كده عملت المحتوى التعليمي بتاعي، عملت هايلايت، حددت الاجزاء المهمه، وكمان عملت نوتس لخصت فيه للطالب الاجزاء المهمه، وادركت له فيديو بيشرح لي جزئيه كانت مفروض انها صعبه بالنسبه للطالب، ادركت له اسئله عديده سواء كنت هدرج له سؤال، طبعا مع كل فقره انا بدرج له اسئله سواء كانت الاسئله دي صح وغلط او اختيار من متعدد. بعد كده حطيت له كمان حوار للمناقشه بيني وبينه عن طريق الديسكشن، وانا قلت لحضراتكم احنا بنحط اسئله في المناقشه او الدسكشن دايما تكون خارج الصندوق علشان تجعل الطالب محفز، بتحفز للطالب، وكمان علشان نعوده على الطريقه الجديده في صياغه الاسئله واللي دلوقتي الوزاره دايما بتبعتها في الامتحانات. بعد ما خلصنا المحتوى بتاعي خلاص واستخدمت الاداه المتاحه عندي، هبدا احفظ بقى المحتوى، اضغط على اول اداه
اللي هي اختصار الاي اللي قدامك، احفظ، اضغط على اساين. واساين هنا بيبين لي، بيقول لي هو انت هتحفظ فين. طبعا انا ما انشاتش الا فصل دراسي واحد اللي هو الصف الثاني الثانوي، بقول له هو انا هحفظ المحتوى بتاعي هنا واضغط على اساين. طيب كده انا حفظت الدرس بتاعي. نبدا بقى نضغط كده تاني على السيتنج بتاعنا، وهنا هتبان مجموعة من الاوبشنات اللي موجودة عليه. وبيقول لك هنا هو انت عايز تعمل assign لمين؟ assign لstudents، ولا هتعمل share يعني انت هتشيره مع teachers زمايلك، ولا هتعمل edit، ولا هتعمل view as student. وقلنا دلوقتي المهم عندي ان انا ومعلم بيشتغل عايز يشوف المحتوى التعليمي ده هيظهر ازاي قدام الطلبة بتوعه. علشان اشوف المحتوى هيظهر ازاي بضغط على view as student، وزي ما انتم شايفين بيبدا يعرض المحتوى بتاعي بعد ادخال اداه insert learning عليه. وبعد كده لو حابب ارجع تاني لعرضي انا كتيتشر بضغط على teacher view، بيرجعه تاني الى المحتوى التفاعلي الخاص بالمعلم. يلا بقى كيفية دخول الطالب على الدرس التفاعلي. احنا خلصنا انشاء المعلم حسابه على الاداة، وكمان وريتكم النموذج ازاي نعمل باستخدام صندوق الادوات ازاي نعمل محتوى تعليمي تفاعلي. يلا بقى نشوف انا كده عملت المحتوى التعليمي بتاعي، الطالب هيوصل للمحتوى التعليمي ده ازاي، يدخل ازاي على المحتوى التعليمي التفاعلي. زي ما حضرتك شايف كده، في عندنا من خلال الاي تي اللي هو الاساين بتاعي، بالضغط على الاساين بيظهر لي ثلاث طرق لنشر المحتوى للطالب. اما عن طريق نسخ الرابط اللي انت شايفه ده، وانا بنسخ الرابط واحطه على اي موقع للتواصل الاجتماعي او الواتساب، او ان انا انشر في الرابط بتاعي في فريقي على مايكروسوفت تيمز، يبقى اضغط على تيمز، او ان انا انسخ الرابط وانشره على جوجل كلاس روم. دول الثلاث طرق اللي ممكن اشير بيهم او ان انشر بيه المحتوى بتاعي التفاعلي للطلاب. طيب انا كده بمجرد ما بديله الرابط ده، هو كده خلاص الطالب ممكن يخش على المحتوى التعليمي اللي انا انشاته؟ لا، بيبقى لنا جزئيه وهو كود الفصل. يبقى مش بس الطالب بيبقى محتاج من المعلم الرابط اللي بيخش على الدرس التفاعلي اللي انشاه المعلم، لا كمان بيبقى محتاج كود ياخده علشان يدخل بيه على الفصل اللي موجود في المحتوى التعليمي التفاعلي اللي انا انشاه. ازاي بقى المعلم بيجيب الكود ده ويديه للطلب؟ طبعا من جوجل على insert learn تاني. المره دي بقى بنخش بلوج ان، ودي الطريقه اللي بيخش بقى بيها المعلم على صفحته الخاصه بعد عملية التسجيل. احنا سجلنا، يبقى المرة دي بنخش بلوج ان. بعد كده بيضغط على لوج ان، بيوديه على طول للصفحة الخاصة دي، هي الصفحة الرئيسية الخاصة بالمعلم. وزي ما حضرتك شايف في مجموعة قوائم اللي احنا شرحناها مع حضرتك، انا هختار منها كلاسز. وبختار كلاسز ليه؟ لان في الكلاسز بيبقى موجود الكود اللي انا هنسخه للطالب وادهوله علشان يخش على الفصل اللي انا حط عليه المحتوى التفاعلي بتاعي. انا حاطه طبعا في الفصل الاول او الثاني حسب ما انا حاطه، بقف وبعمل نسخ للكود بتاعي وباخده كوبي وبديه للطالب بنفس الطرق الثلاثه اللي انا وضحتها لحضراتكم. اديه مع الرابط، اما عن طريق انشره على مواقع التواصل او اديه للواتس، او ان انا انشره مع الرابط على تيمز، او ان انا اديه له برده عن طريق نشر بالرابط على الكلاس روم. طيب هوريك ازاي بقى هو الطالب لما يتبعت له الرابط وهيخش عليه هيدخل ازاي بقى على الكلاس. هو كده خلاص واخد معاه، عنده رابط حطه على اي موقع تواصل وكمان معاه كود. هيعمل ايه الطالب؟ هيلاقي اللينك زي ما انت شايف كده الخاص بالمحتوى. اول ما بيضغط عليه بيقول له على طول بيدخله على الصفحة الخاصة بالمحتوى، ولكن بيقول له قبل ما تخش لو سمحت تعمل لي تسجيل. واعمل لي تسجيل دخول يعني ايه؟ يعني سجل على الاداه، اما بالجوجل بالميل بتاعك الخاص على الجوجل،
أو من خلال مايكروسوفت. وبرضه هنا حابة أوضح للسادة طلابنا إن الوزارة مشكورة أتاحت لطلابنا الأعزاء حساب بريد إلكتروني موحد ليهم، المفروض إن يبقى كل تعاملك ده من خلال، فإحنا بنقول بنفضل إننا ندخل عن طريق مايكروسوفت. فأنا هختار مايكروسوفت عندي حسابي بيطالبه إنه يدخل الميل بتاعه وبعد كده يدخل كلمة السر ويقول له يلا ساين إن، وبعد كده يضغط على أكسبت علشان يدخل على المحتوى. وهنا بيقول له معلش بقى إحنا عايزين منك حاجة مهمة كمان غير الرابط، أنا عايز منك الكود. والكود زي ما أنت عارف إحنا كنا جايبينه من الكلاس، المعلم كان جايبه من الكلاسز والدال مع الطالب وهو بيرسل له الايه الرابط. هنا بيحط الكود الطالب وبيضغط انرول وبيدخله على الدرس التفاعلي اللي انشاه الطالب. دي صفحه مين؟ دي كده صفحه الطالب، يبقى كده دي صفحه الطالب وهو فاتح فيها الدرس التفاعلي اللي المعلم عمله. هو الطالب كمان عنده صندوق الادوات، ايوه زي ما حضرتك شايف صندوق الادوات اهو قدامك خاص بالطالب، لكن في صندوق الادوات هنا بتبقى الادوات قليله عن الادوات اللي بيستخدمها المعلم. يعني هنا مديله فقط عندي رمز القلم اللي هو الهايلايت تكست، وعنده التكست نوت اللي هو شايفه قدام حضرتك اهو. يعني الطالب ممكن يدرج في الصفحه ملاحظه او يعمل تظليل، ودي الامكانيات اللي بتديها الاداه للطالب. طيب انا دلوقتي حابب ان انا عندي درس وعايز احذفه. نشتغل الاول بشكل عملي الاجزاء اللي احنا اشتغلنا بيها مع حضراتكم، وبعد كده هتكلم على لو عندي درس وحابب انا انشاته وعايز احذفه. يلا بقى كده نخش على بشكل تطبيق بشكل عملي. هندخل على محرك البحث اهو لاين، وهنكتب طبعا احنا قلنا في الاول انا عايز اخش على الاداه، يبقى ببحث عنها وبكتب insert learning وبختار اول اختيار. وخد بالك انا سجلت قبل كده، انا مسجل قبل كده، بنضغط insert learning بيظهر لحضرتك اد كروم. احنا طبعا مش هنضغط على اد كروم لان انا سجلت قبل كده بحساب، فبضغط على log in. لوج ان بتظهر لي على طول الصفحه الرئيسيه الخاصه بحسابي، زي ما انا قلت لحضرتك في البرزنتيشن لما كنت بشرح مع حضرتك، دي الصفحه الرئيسيه اللي موجوده واللي بتظهر لي اول ما بعمل لوج ان. طيب دلوقتي احنا هنخش بقى على المستعرض بتاعنا عشان نختار المحتوى اللي او الدرس اللي انا عايزه احوله الى محتوى تعليمي تفاعلي. وطبعا انا كنت وريته لكم في البرزنتيشن كنا بنتكلم عن التغذيه، واخترنا التغذيه ليه؟ لانه درس في احياء في الصف الثاني الثانوي. هناخد التغذيه وهختار اول موضوع بيظهر عندي من ويكيبيديا مثلا التغذيه الخاصه بيا. ادي شكل الدرس اهو مع حضراتكم، ده شكل الدرس اللي احنا هنحول او هنحوله لمحتوى تعليمي تفاعلي زي ما حضراتكم شايفين. هناخد بالنا بقى ان الاداه هنا فين؟ الاداه اهي بتطفو فوق عندي اهو، انا بشاور لك بالماوس بتطفو فوق صفحه الويب عندي اهي، اللي بمجرد ما اضغط عليها بالماوس بيعمل لي على طول المفروض ادراج لصندوق الادوات الخاصه بالاداه. فعلا كده تم الادراج. يعني حضرتك قصدي اوصل لحضرتك معلومه ان اي صفحه ويب انت هتلاقي الاداه بعد طبعا التسجيل عليها، هتلاقيها تطفو فوق صفحة الويب اللي انت هتاخدها علشان تحولها الى محتوى تعليمي تفاعلي. واول ما بتضغط على الاداة بيظهر مع حضرتك ادي صندوق الادوات. ننتظر بقى للتحميل مع بعض. عبال ما يحمل معانا احنا هنقف كده بالماوس على كل أداة هو أذكرك بيها. دي أداة الهاي تكست اللي موجودة الهايلايت تكست، وعندي الستيكي نوت والفيديوز، وعندي الأداة هي قدام حضرتك اللي عليها رمز الكويتشنز، دي لإدراج أسئلة تفاعلية،
وعندي أداة الديسكشن اللي هي المناقشات، والثلاث نقاط اللي موجودين وأنا واقفة أهو بالماوس عليها دي بنقول عليها الإعدادات الخاصة بصندوق أدوات الأداة. بنضغط على الأداة، يلا بقى ننفذ كده في عجالة علشان يبقى كله عملي. هنضغط طبعا موضوع قدام حضرتك اهو التغذية. أنا عايز طبعا أوضح للطلبة جزئية مهمة هنا، بدل ما يقعد يقرأ زي ما أنت شايف سطور طويلة عريضة هنا، لا أنا هقول له يا ابني أنا هعرف لك، هعمل لك هايلايت على جزء، هعرف لك فيه، هنعرف لك يعني ايه تغذية، هيعمل ايه، هيحددها طبعا بالايه، بالهايلايت بتاعه، هيضغط بيه على رمز القلم وهيبدأ يدخل اهو، ندخل اهو بالماوس ونقف نحدد، يبدأ يغير لي ويحددها لي ويعمل لي هايلايت عليها. وزي ما انت شايف كده عندي المساعدين بتاعتنا الثلاثة، ادي الفرشة، يلا غير لون كمان لون كمان، هو كده بيغير ثلاث الوانات. طيب الجملة دي بقول الطالب فيها احفظ ده معنى التغذية، عايز اعمل له بقى تعليق تحت الهايلايت ده واقول له خد بالك الجزئية دي انت هتحفظها، كده انا بضمن تواجدي كمعلم معاه. بضغط على علامة الزائد بيطلع لي المربع ده اللي بيقول لي يلا انت عايز تحط ايه، انا عايز احط هنا كومنت هقول للطالب فيه ده هام او للحفظ دي جزئية انت لازم تحفظها، يلا وهنقول اوك. كده لو انت خدت بالك عمل لي اطار بلون بنفسجي حوالين الهايلايت اللي انا عملته، ده معناه ان لو الطالب بيقف بالمؤشر عليه هيقول له انت خد بالك ان انا هنا المعلم كاتب لك ملاحظه مهمه، خد بالك الجزئيه دي هتحفظها هتاخد بالك منها. يبقى دلوقتي ده تاني مساعد معايا من في الهايلايت، المساعد الاولاني كان بيغير لي من الفرشه الالوانات، المساعد الثاني كان بيعمل لي كومنت، المساعد الثالث اللي عندي الريسايكل اللي هي الآلة اللي انت شايفها الريسايكل ده، لو ضغطنا عليه بيعمل لي عملية إزالة للتحديد والتظليل بالكلمة. نظل تاني مع بعضينا اهو، خدنا القلم ودخلنا على الفقرة المحددة وضغطنا تم التحديد. طيب كده احنا عملنا هايلايت وقلنا للطالب بص انا موجود معاك اهو وبقول لك احفظ لي ده، كده المعلم بيضمن تواجده في الدرس التفاعلي. طيب دلوقتي في جزئية كبيرة قدامك كتيرة وفي مصطلحات كبيرة الطالب مش قادر يفهمها، المعلم عايز يعمل استكينوت ملخص للطالب علشان الطالب ما يسيبناش ويمشي، بنضغط على الاستكينوت اللي قدامك دي وبنحدد الفقرة الطويلة وبنقف عليها، بيبدأ يفتح لي زي ما انت شايف مربع بكتب له فيه خد بالك 1 2 3، الموضوع ده في 1 2 3 هنكتبه وانت هتحفظه، دي واحد واكتب له عنصر 2 3، كده الطالب بيلاقي ملخص قدامه لفقره طويله عريضه بدل ما يقعد يقراها، هو المعلم كده بسطها له. طيب ننزل شويه لتحت كده وهنلاقي ان الموضوع بدا يتقل، العمليه عايزه شرح. انا كمعلم كنت عامل فيديو بشرح فيه الجزئيه دي عن سوء التغذيه مثلا على سبيل المثال. طيب ممكن اجيب الفيديو ده واعمل له ادراج جوه هنا جوه التكست ده، ممكن من خلال الستيكي نوت برده في امكانيه انك تجيب لينك وتدرجه فينزل لك الفيديو اللي انت شارح فيه. المعلم ممكن يجيب اللينك ده لا اما من على جهازه لا اما من على اليوتيوب لو هو رافعه على اليوتيوب، او اي زميل اخر شرح الجزئيه دي بتمكن على اليوتيوب، او انه يجيبه من اي منصه. يبقى احنا هنا بنجيب اللينك الخاص بالفيديو. طب بجيبه ازاي؟ طبعا لو هو موجود على جهازي انا بفتح الجهاز واجيبه. طب لو موجود على اليوتيوب بضغط على اليوتيوب زي ما انت شايف كده، بفتح مثلا الدرس وباخد مشاركة، بحدد اللينك بتاعي واعمل له نسخ واخده وارجع بيه بسرعة على الدرس بتاعي واعمل له لصق، بيتم ادراج الفيديو التعليمي الخاص بيه.
هنا الطالب هيلاقي يعني الجزئية دي فيديو بيوضح له ويشرح له الجزئية دي الخاصة بيه. طيب كده احنا عملنا هايلايت وحددنا، وعملنا ستيكي نوت عشان نلخص، وأدرجنا فيديو، بقينا إن احنا ندخل أسئلة تفاعلية اللي هو الديسكشن، لا سوري الكويشن العادي بتاعنا التفاعلي بتاعنا. هنضغط على الأداة الانسرت كويشن، طبعا أنا بحدد الجزئية اللي أنا عايزة أدرج فيها الأسئلة. حددت الجزئية دي وهبدأ أدرج الأداة، بيطلع هنا قدامك التكست اللي موجود قدامك. وخد بالك أنا عندي جوه المربع هنا في سهم الأسفل، لما بضغط عليه بيديني نماذج، ممكن النماذج للأسئلة ممكن أستعين بيها. وأنا قلت لحضرتك هنا دي أسئلة بتدرج بيتم إدراجها باللغة الإنجليزية، زي سمرايز مثلا، ذا باف تكست يعني لخص للفقرة اللي فوق. ولو أنت قعدت بقى تشوف الأسئلة ممكن تاخد منها نموذج وتدخله جوه الأسئلة. لكن أنا دلوقتي بالنظامنا الجديد دايما المعلم بقى بيحتاج الأسئلة اختيار من متعدد صح وغلط. فهنا مثلا أنا هكتب له درس وهقول له فيه هل تعتبر مثلا إن التغذية، على سبيل المثال يا أساتذة احنا بناخد، أنا مش مدرسة أحياء يعني، هل تعتبر إن التغذية دي هامة لبقاء الحياة؟ وبعد كده اطلع فوق، هدخل علشان احدد الدرجة الخاصة بي، بدخل هدخل مثلا وهديله ان السؤال ده درجته من 3. وبعد كده بعمل عملية كرييت للسؤال، بيظهر اهو قدامك السؤال فوق، وكمان اللي هو المنطقة اللي تحت بقى علشان يتعمل له اضافة. اضافة لمين؟ ان هو صح ولا خطأ؟ الاجابة هتبقى صح او خطأ. صح، واضغط انتر، اضغط انتر، وما انساش ان انا اعمل نموذج للاجابه، يعني انا احدد له الاجابه. كده انا عملت ايه؟ عملت سؤال صح وخطا. ممكن اعمل سؤال تاني اختيار متعدد، ممكن ادرج تاني الاداه وادخل واشتغل واكتب السؤال بعد ما بحدد الفقره انا هدخل عليها السؤال. اهو زي ما حضرتك شايف، احط درجه الاول لو حابب، من هنا احط درجتي 5، وابدا احط سؤال اختيار من متعدد. يلا 1 2، اي كلام احنا هنكتبه ونضغط انتر. يلا بانتر، كرييت وانتر، وابدا اكتب اجابه. نكتب اي كلام مع نفسينا اهو. ونضغط انتر كمان انتر. يلا، وبعد كده اعين له الاجابه الصحيحه. عملت له كده دلوقتي سؤالين، مره سؤال صح وغلط، ومره سؤال اختيار من متعدد. طيب كده احنا عملنا اسئله جوه المحتوى. اللي هي الأسئلة الحر الـ open in، إن حضرتك قلت لك إن المفروض إن أسئلة المناقشة تكون أسئلة خارج الصندوق. أنا محتاج سؤال يقول فيه استكشف، ماذا يحدث، استنتج، ما رأيك، الكلام اللي بيتخلي الطالب باحث عن المعلومة مش بتأيده على بمحتوى. هنعمله إزاي؟ بنضغط على الأداة ونحدد الفقرة اللي أنا هحط فيه الديسكشن بتاعي. بيفتح لي المربع ده، بدخل جوه المربع وبكتب سؤال المناقشة. استنتج ماذا سيحدث وهكذا. وبعد كده بضغط كرييت. اما بضغط كرييت اهو، بص بقى الديسكشن بيظهر معاك في ايه. هنا بيقول لك انا عندك مكان هنا للريسبونس، للاستجابه، لاجابه الطلب عليه على سؤال المناقشه. بيدخل الطالب وبيجاوب هنا. وطبعا لو انت خدت بالك هنا مفيش درجه لسؤال الديسكشن المناقشات، ولكن في مكانه البوست، الجزئيه اللي بيضغط عليها الطالب علشان يرسل اجابته للمعلم. ومجرد ما بيضغط على بوست بيظهر قدام المعلم اهو اسم الطالب واجابته طبعا وتاريخ الاجابه بتاعته. كده احنا اتكلمنا على الادوات اللي احنا بنستخدمها ضمن صندوق ادوات insert learning اللي موجوده. وطبعا الدرس اهو زي ما حضراتكم شايفين انا بدخله. انت بقى كمعلم متخصص ممكن تزود زي ما انت عايز، ممكن تحدد اكتر زي ما حضرتك عايز. نخش بقى
في الإعدادات بتاعتنا. أنا عملت الدرس أهو، وعايز أشوف بقى دلوقتي أنا هعمل إيه، هعمل له تعيين للستيودنت ولا الأول هشوفه كده view as student. الدرس ده هنشوفه إزاي، الطالب هيشوف إزاي الدرس أهو زي ما حضرتك شايف أهو، الدرس أهو قدام الطالب، ده صفحة الطالب لما هتظهر قدام. طب عايز أرجع تاني لصفحتي أنا، بضغط على teacher view بيرجع لصفحتي أنا تاني. طيب يلا نرجع بقى تاني للسيتنج أهو بتاعتنا، ونبدأ نقول إن إحنا هنعمل assign، والassign to student زي ما حضرتك شايف إحنا شرحناها قبل كده في البرزنتيشن، هحدد الكلاس اللي أنا هنشر عليه المحتوى، وأضغط على assign عشان يتم الإيه؟ الحفظ. كده أنا حفظته، كده أنا حفظته. طب هيوصل إزاي للطالب؟ هنضغط طبعا على الاساين اللي هي أداة الأولانية، وزي ما قلت لحضرتك أنا عندي ثلاث طرق لنشر الرابط الخاص بالمحتوى، وما ننساش إن إحنا قلنا إن إحنا بنحتاج رابط وبنحتاج كود. رابط وكود، أنا بنشر إزاي الرابط والكود أهو؟ من خلال ثلاث طرق. الطريقة الأولانية نسخ الرابط وديه للطالب على أي موقع تواصل اجتماعي أو على الواتس، أو الطريقة التانية بقى من على تيمز. يلا كده ننفذ إزاي هنبعت على تيمز الرابط. هضغط على، طبعا أنا خدت نسخ الرابط وهضغط على تيمز، وطبعا إحنا كلنا كمعلمين دلوقتي حاليا بنستخدم التيمز وبنعمل فرق لطلابنا عليه. أنا عن نفسي عاملة فرق كتير، منها الفريق اللي أنا دلوقتي عايزة أخش عليه، فريق سفيرات بنك المعرفة المصري. لما نخلص اهو بنخش. هنا هنكتب بقى هنا فين دي مشاركه معلوميه، هندخل على مشاركه الى، وبعد كده هكتب هدور لي بقى على الفريق بتاعي اللي انا هبعت له عليه الرابط. طبعا انا هنا هختار فريق اسمه سفيرات بنك المعرفه المصري، ده الفريق بتاعي اللي انا عاملاه، وبضغط على مشاركه. هتظهر على طول رساله بتقول لك خلاص انه تم مشاركه الارتباط الخاص بي، كده شاركتها على الفصل بتاعي. وما ننساش نشارك برضو الكود بتاعنا مع الرابط علشان يظهر، عشان الطالب يقدر يحصل على المحتوى التعليمي اللي أنا أنشأه. ندخل تاني على السيتنج بشكل عملي، وعلشان أروح بقى لصفحتي الرئيسية بروح على Go to Dashboard. ليه بقى أنا رايحة على الصفحة الرئيسية بتاعتي؟ لأن زي ما قلت لحضرتك إحنا بعتنا للطالب الرابط، فاضل لنا نبعت إيه؟ الكود. هروح أجيبه منين بقى؟ بدخل على الصفحة الرئيسية بتاعتي وبضغط على كلاسز، وكلاسز بشوف الفصل الدراسي بتاعي اللي أنا حاطط عليه المحتوى التعليمي، وبشوف الكود بتاعه وباخده كوبي، باخد كوبي كده أهو، وبرده باخده بروح أوديه للتيمز وأوديه للفريق بتاعي جوه تيمز اللي هو فريق سفيرات بنك المعرفة المصري. طيب يلا بقى نشوف. يلا بقى نشوف الطالب هيدخل ازاي على المحتوى التعليمي التفاعل. هدخل تاني، اما بقى ان هو هيروح ضاغط لك على الرابط بتاعه اللي انا اديته له، او ان انا ادخل على الجوجل واكتب insert learning. ولما بكتب insert learning اهو قدام حضرتك، بختار الاختيار الاول. دلوقتي انا بدخل اهو للطالب، الطالب احنا لسه بندخل له، وبنضغط على، المره دي بنضغط على اد كروم لان انا هسجل دلوقتي بحساب طالب. بيطالبوا نفس اللي كان بيطلبه من المعلم، انه يسجل باحدى الحسابين، لا اما بجوجل لا اما بمايكروسوفت. طبعا احنا بنفضل ان الطلبه تخش لنا بالمايكروسوفت. هنخش دلوقتي بحسابنا على طول. دخل الطالب،
هيطلب منه طبعا البريد الإلكتروني، وهيطلب منه الباسورد، وبعد ما يطلب منه الباسورد هيطلب منه على طول الكود. وزي ما حضرتك قلنا لحضرتك احنا كنا جبناه منين، اهو كنا جايبينه من الكلاسز زي ما انت شايف بكوبي. هاخده اهو كوبي وادخل عليه وادخله، بقى عايز ادخله على المحتوى بتاعي واعمل له لاسك. اول ما اقول له انرول هيبدا يقول لك يلا خش على صفحه المحتوى التعليمي اللي المعلم عامله لك اهو زي ما حضراتكم شايفين. يبقى احنا كده دخلنا بحساب طالب. علشان يدخل الطالب لازم يسجل، وعلشان كمان يدخل الطالب لازم يحصل على الكود الخاص بالفصل. كده دخل على المحتوى وبيبدأ الطالب يجاوب. لو في أسئلة طبعا أنا حطها له هنا بجاوب أهو بداله، ولو في ديسكشن المفروض هيرد عليه الطالب بيبدأ يجاوب على الديسكشن، وكل زمايله طبعا بتجاوب في نفس المنطقة كل الطلبة، عشان كده في الديسكشن الآراء كلها بتبان، آراء الطلبة وإجابات الطلبة بتبان لبعضيهم، يعني التفاعل بيكون بين الطلبة والمعلمين وبين الطلبة والطلبة. أهو أنا طبعا كده إجابة عن الطالب اللي داخل، وبعد كده قلت له ريسبونس بيظهر أهوت، وعملنا بوست ظهر اسم الطالب اللي داخل معايا اهو زي ما انت شايف. هي داخل بهلا، انا كنت داخله بالطالبه هلا، هي بدات تجاوب وتاريخ اجابتها قدامي اهو معاك. كان في طبعا سؤال من فوق اهي جاوبت عليه بصح، وطبعا انا كنت معينه الاجابه الصحيحه فطبعا بدا يكون صح. بالنسبه للطالب ممكن الطالب انه يستخدم الاداتين اللي انت شايفهم دول، ممكن انه يعمل هايلايت، وممكن لو عايز يعمل ستيكي نوت يعمل ستيكي نوت، ودي الامكانيات اللي بتديها له الاداه، بتديه للطالب امكانيات محدود. هنطلع بقى على الصفحة الرئيسية للطالب نفسه. ادي كده احنا في الطالب، احنا قلنا جود اهو طلعنا زي ما حضرتك شايف المارك از دان ده، لما نضغط عليه اهو دي موضوعات الطالب ما نهاهاش، لسه ما دخلش وحل فيها. لما دخل ودغل عمل تحولت لايه؟ تحولت لدان. يبقى دي كده لوسونز، ما كانش الطالب لسه ما دخلش واشتغل وحل وقرا وشاف التلخيصات وشاف الفيديو، عشان كده كانت مكتوبه قدامه مارك از دون. وبرده نفس الكلام في الموضوعات الثانيه، لما بيظهر قدامه دون يبقى الطالب انهى المهمه بتاعته من قرايه ومن دخول ورؤيه الفيديوهات ومن حل اسئله ومن ابداء رايه في الديسكشن. خلاص كده، كده احنا شفنا الحساب الخاص بايه؟ بالطول. يلا بقى كده نروح نشوف. انا بقى عندي انا صفحة بتاعتي، انا دخلت على صفحتي اهو علشان ابدأ اشوف الدرجات بتاعت الطلاب اللي دخلوا. انا عندي قد ايه طلبة دخلوا ودرجاتهم الخاصة بيهم، وانا قلت لحضرتك ان الكريتس ده بيديك امكانية انك يظهر لك بشكل الدرجات في شكل برنامج اكسل، ورقة اكسل. هنا الجريدز زي ما انت شايف الدرجات بيديك اربع فلاتر، الفلتر الاولاني خاص بالكلاسز، وهنا بيقول لك انت عايز تظهر كل الكلاسات، انا بختار الفصل اللي انا نشر عليه المحتوى بتاعي، وعندك كمان سيلكت ليسون بختار الدرس بتاعي، وبعد كده بختار كل الستودنت اللي دخلوا على المحتوى التعليمي بتاعي واللي جاوبوا على الاسئله. زي ما انت شايف كده قدامي اهو بشكل عملي، ادي الريبورت بتاعي انزله لك اهو. عندي في طالبه اسمها يسرى دخلت، وعندي طالبه مريم، وعندي تبارك، دول كلهم كده دخلوا وحلوا المحتوى التعليمي اللي احنا اديناه لهم. طيب الامكانيه فين بقى اللي انت قلت لنا عليه انه بيطلعه لنا في شكل ملف اكسل؟ ادي قدامك اهو، عندي داونلود جريدز. لو ضغطت على داونلود جريدز ده بيعمل لي بيدرج لي بقى اسامي الطلبه اللي دخلت في شكل ملف اكسل. نزل قدام حضرتك اهو على الجهاز اسفل اهو. بيحمل معانا اهو ملف الاكسل بتاعنا، وزي ما انت شايف في طلبه داخلين مجاوبين على المحتوى التعليمي بتاعنا. خلاص تم التحميل، بنضغط عليه هيبدا يفتح لي ملف الاكسل. شوف كده ملف الاكسل بتاعنا، ادي ملف الاكسل اهو حضرتك.
نكبر. عندي طبعا بيرتب لي الايميلات الطلبه اللي داخلين بيها، كل الايميلات داخله ايه بالبريد الموحد الخاص بالطلبه. بيديني الدرجه، درجه الطالب اجابته يعني، وبيديله كمان النسبه الخاصه بيه. كده احنا بننفذ بشكل عملي الجزئيه الخاصه بان الدرجات بتنزل في ملف خاص بينا، وكمان في الريبورت الخاص باسامي الطلبه الموجودين الخاص بينا. طيب عايزه اتكلم مع حضراتكم هنا على موضوع السيتنج الخاصه في الليسونز. في عندي اعدادات خاصه بالليسونز زي ما انت شايف. عندي لو انا حابب دلوقتي احذف اي درس موجود عندي، بضغط على، بقف طبعا على الدرس اللي انا عايز احذفه، وبضغط على سيتنج اللي هي الثلاث نقاط الموجوده قدامي اهو، وبضغط على ديليت، بيتم حذف. طبعا هو هنا بيديني رساله تحذيريه الاول، بيقول لك عايز تحذفه، لو قلت له نعم طبعا هو بيشيله، احنا هنسيبه دلوقتي. دي احد الامكانيات اللي موجوده واللي احنا بنحتاجها، لان insert learning بيسمح لك بخمس دروس بس. فانا بوضح لك هنا لو انت حابب انك تشيل واحد منهم. طيب حضرتك، طيب هنتفرج كمان على ازاي اعمل شير للمحتوى التعليمي ده with teachers. بضغط على شير اهو قدامك، وهنا في اختيارين، ان انا اشير المحتوى التعليمي ده من خلال اللينك اللي قدام حضرتك ده، اديهوله واديله الكود، او الكود اديه لمعلم زميل ليا، ومن حق المعلم ان ياخد اللينك وياخد المحتوى التعليمي بتاعي وينشره للطلبه بتوعه، او يمكن يعمل كمان شويه تعديلات عليه لو حابب، او ان انا اعمل اضافه ليه للبابليك لايبرري. بضغط على البابليك لايبرري، هنا بيكتب لي عنوان اللسن بتاعنا، وكمان بيقول لي هاتي لي الموضوع بتاع الاريا بتاعتك، وطبعا ده عندنا موضوع عن الساينس لانه احياء، وبيقول لي حددي لي كمان الليفل بتاعك في الجريد، واحنا طبعا هنا الصف ال11 لان احنا في الصف الثاني الثانوي، واعملي لي تاج اديني كده نبذه عن الموضوع. انا قلت له احنا هنتكلم على درس اسمه التغذيه ده في ماده الاحياء، وعلشان يتم اضافتها للبابليك لازم اضغط على ليست ان بابليك لايبرري واعمل سيف. كده لما تظهر لي رساله هنا وتقول لك دن، ده معناه انه تم اضافته الى البابليك لايبرري. يبقى هنا في طريقتين، ممكن ان انا اديه اشير مع زمايلي، اديه لزميل ليا ومن حقه انه ياخده ويغير فيه وينسخه ويغير فيه او يديه للطلبه بتوعه كمان، او ان انا اضيفه الى البابليك لايبرري. طب انا دلوقتي حابب ان انا اشوف بقى ادخل على البابليك لايبرري، هو انت فعلا بعته لي ولا ايه الاخبار؟ ضفته، بضغط على البابليك لايبرري اهو قدام حضرتك، هيطلع المواضيع اللي موجوده في البابليك لايبرري. طبعا دي كل المواضيع على مستوى العالم، المعلمين عملوها على مستوى العالم. هنا هلاقي موضوعي انا اللي هو بحث حول التغذيه، اسمي كتيتشر موجود، يبقى انا كده عملت له اضافه الى البابليك لايبرري. هنخش بقى نتكلم مع بعضينا على الكلاسز. فبضغط على الكلاسز زي ما انت شايف، انا كده في صفحتي كمعلم، احنا كده خلاص خلصنا الطالب، احنا في صفحتي كمعلم، الصفحة الرئيسية الخاصة بي. طيب أنا عندي فصلين دراسيين، عايزة أضيف كمان فصل، بضغط على نو اللي هو نيو كلاسز. لو حابب أنشئ كلاس خاص بي أضغط على كرييت كلاس، ومن هنا بكتب بسمي الكلاس بتاعي. أنا عندي هنا الصف الأول، ممكن أكتب الصف الثالث الثانوي، وأعمل له كرييت، أكريته أرفعه. طيب انا لو حابب انضم لفصل زميل برضو من نفس الاوبشن نيو كلاسز، واقول انرول ان كلاس، ومن هنا لازم المعلم اللي هنضم للفصل الخاص بيه لازم يديني الكود يسمح لي عشان يسمح لي ان هو اخش عليه وانضم اليه. بكتب طبعا، ببقى واخده الكود واعمل انرول، بيتم اضافتي الى الكلاس الخاص بالمعلم الاخر. هنتكلم هنا برضو على جزئية السيتنج الخاصة بالكلاسز، والسيتنج هنا من خلال الثلاث نقاط. لو أنا حابب أحذف أي كلاس موجود هنا، ممكن أضغط Edit Delete. لو أنا عايز أعمل تعديل لي، بضغط على Edit Info، وممكن مثلا أكتب اسم صف تاني أغيره أشيله، وأكتب صف تاني وأعمل له إيه Save. طيب بالنسبة بقى
ليه الكلاسز اهي عندي، انت شايف عندي ليسونز وعندي ستودنت وعندي تيتشر. هو ايه دول؟ لما بضغط على الليسون هنا بيظهر لي ايه؟ بيظهر لي مجموعه المحتويات التعليميه التفاعليه اللي انا انشاتها. هو كان كاتب لي قدامها ثلاثه وفعلا هو كده ظهر لي ثلاثه. طب ايه تاني موجود؟ في كمان الاستيودنت. طب الاستيودنت ده لما بضغط عليه بيظهر لي ايه؟ بيظهر لي مجموعه الطلاب اللي انضموا ليا واللي خدوا المحتوى التعليمي التفاعلي بتاعي وتفاعلوا معاه وسلموني كمان الاجابات الخاصه بيه. وهو هنا اصلا من حقي ان انا احذف اي طالب. ايوه ممكن من خلال علامه الاكس الحمراء اللي انت شايفها دي ممكن اشيل اي طالب موجود عندي. زي ما انت شايف كده انا معايا اربعه، ممكن اشيل اي حد فيهم خلاص. ولو ضغطت عليها وقلت حسنا هيبدا يعمل لي عمليه ازاله، كده شال لي طالب. يبقى دي امكانيه من الامكانيات التشر على الكلاسز. التشر طبعا لو ضغطنا عليه بيدينا اسماء المدرسين اللي معايا. المدرسين هنا، هنا طبعا انا موجوده كمدرس. كده نتكلم بقى. طبعا احنا اتكلمنا عن كيفيه حذف درس تم انشاؤه دي بالشكل العملي. هدخل بقى مع حضراتكم على اخر جزئيه هتكلم فيها واللي هي مميزات استخدام insert learning. واحد، انه بيوفر لي نظره ثاقبه لما يفكر فيه الطلاب، وده طبعا احنا جاوبناه مع حضراتكم. وبعد كده الميزه الثانيه انها بتساعد الطلاب الذين يكرهون قراءه المواضيع الطويله، وزي ما حضرتك شايف انه بيحول الموضوع اللي هي بيبقى عباره عن سطور مصمطه جاف إلى موضوع تفاعلي جذاب رائع. بعد كده نمرة ثلاثة، بيمكن للطلاب إبداء آرائهم والمناقشة معاهم. وقلنا لحضراتكم إن ديت من خلال الأداة ديسكشن، وإحنا قلنا إن الأداة ديسكشن أنا بعتبرها من وجهة نظري، ودي موجودة داخل صندوق الأدوات الأداة، هي دي اللي بتجاوب لنا على سؤال إزاي نضمن تفاعل الطلاب وتركيزهم لما أجي أعرض عليهم محتوى تعليمي، وخصوصا اثناء التعلم عبر الانترنت. ويا ترى ممكن احول المحتوى التعليمي الى تجربه تعلم متكامله بيكون فيها الطالب مشارك ايجابي. وطبعا احنا شفناه بطريقه عمليه من خلال الاداه ديسكشن اللي بتسمح للطلاب ان هم يجاوبوا خارج الصندوق من خلال الاسئله اللي انا بعرضها عليهم، بعرف ارائهم، وده من كمان ان هم بيتمكنوا ان هم يشوفوا اراء زمايلهم وبيدلهم لهم مساحة واسعة من التفاعل مع بعضهم البعض. بكده نبقى نهينا مع حضراتكم موضوع إدراك الأداة insert learning لعمل محتوى تعليمي تفاعلي. أتمنى أن أكون قد أفدتكم. مع تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.